كل عام وانتم بألف خير، صوما مقبولا وإفطارا شهيا دوما نتمناه لكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء. حلقة جديدة من برنامج الصفقة برعاية دجاج عزيزة. دجاج عزيزة دجاج صحي 100%، أعلاف نباتية، يعني الدجاجة مبسوطة ومتريحة، يعني جاي على المائدة الرمضانية مزينة أكلاتنا ووجباتنا، يعني حاضرة دائما معنا في المناسبات الحلوة. مع دجاج عزيزة الذبح حسب تقاليد الشريعة الإسلامية، وما تنسوا فيه فحوصات مخبرية لضمان قتل البكتيريا. ليش؟ لأنه منتج فلسطيني نفخر فيه. ليش؟ لأنه في شهادة آيزو. ليش؟ لأنه دائما بنرفع اسم فلسطين من خلال مصانعنا ومنتجاتنا. مع دجاج عزيزة دائما احنا مكملين وإياكم مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة الفجر الجديد، أجمل الأوقات دوما نتمناها لكم متابعينا يوميا. معنا ثلاث قسائم، كل قسيمة بمئة شيكل، ما تنسوا حالفوا اللي بحالفهم الحظ، يعني أكيد نتمنى لهم إنهم يكونوا مبسوطين لأنه دائما الجاج رح يكون حاضر وإياهم. إحنا أكيد مشوارنا مكمل، ثلاث قسائم لليوم وأنا انطلق وإياكم. علاء جراد من خلف الكاميرا وتحياتي لكم. خالد بدير، كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله تمام. لغزنا سهل وصعب والله. بتسمع الألغاز؟ طيب هسه هذا مش لغز خالد اسمي. ركز معي، الحبل بركبته والدك بصلعته. شو حد الله، أول مرة بمر عليه. أول مرة بسمع فيه صدق. معلم، الحبل بركبته والدك بصلعته. والله ما بعرف، يعني معلومات في الألغاز يعني مش كل هذا يعني. هسه مغلوبين. لا يا عم مالكم، بعد تضحكوا، نحن أول فريق ولا آخر. تعال يا معلم هون، تعال تعال. معلم كل عام بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. اللغز شو اسمه؟ خالد. هذا خلي حلنا جد. غير السؤال غير. غيره؟ ها. بده غيره المعلم. نفسي أربح. حزازير؟ هسه مش نفسي أربح، نفسي تجاوب. أجاوب. طلع. هاي بده قاعدة. اسم ثلاثي، يعني كم من حرف؟ ثلاثة. اسم ثلاثي فقط. حروفه بلا نقاط، عليه نقاط الاسم الثلاثي؟ لا. إذا حذفت أوله صار اسم لإيش؟ للقطط. يا شو حبيب. إذا حذفنا أول، إذا حذفنا أوله شو صار؟ اسم لإيش؟ للقطط. وإذا حذفنا آخره صار اسكت فقط. والله سهل. اسم ثلاثي فقط. بلا نقط، احذف اوله بصير للقطط، احذف اخره بصير اسكت فقط. نعم. إيه شو؟ لا لا شو لا لا اسمعي شوي، سيبك من التلفونات هسه انت على الهواء، ركز معي. شو؟ صعب صعب. طب بدي اسالك سؤال ثاني، الك بالعواصم؟ ايه لا علينا. انت بتعرف انه بشتغل انا بعزيز اصلا. طب اسمع، تعالوا ساعدوني. ساعدوا يا عم، تعالوا تعالوا، بقسم الجائزة علينا وعليكم. اسمع اسمع، من هو الصحابي الذي اقترح بناء الخندق في غزوة الأحزاب؟ إيه. والله العظيم سهل، والله سهل. الصحابي، الصحابي اقترح بناء الخندق في غزوة الأحزاب. حمزة كول. يا حمزة كول. حمزة صعب هذا، نضل هون اليوم احنا عندك. شو حاجزني؟ اخر سؤال خلاص. اخر سؤال، اخر سؤال. انا ربحت با. اسمع السؤال بقول لك، ما هي عاصمه ماليزيا؟ والله ماليزيا حمزه اعطيك خيارات. يا ريت والله، يا ريت. القدس، الرياض، كوالا لامبور. لا كوالا لامبور. هاي جائزتك. تسلم وانت بخير وصحه وسلامه. خلاص من بزغرت اصلا بدربج. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. حياك الله. شو يا معلم كيفك؟ حياك الله. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. الحبل بركبته والدك بصلعته. شو؟ الحبل بركبته والدك بصلعته. والله معلومة عامة. معلومة يعني عادي سؤال؟ طيب، سورة في القرآن ذكرت فيها البسملة مرتين. مرتين؟ سورة مريم. هاي سؤال. امبراطور شو جميعها؟ امبراطوريات. لا هي امبراطور. امبراطوريين. ايه امبراطوريين. اباطره. ايش اباطره؟ هاي جائزتك من عزيزه. كل عام وانت بألف خير. وانت جمع امبراطور اباطره. مكملين واياكم.
الحبل بركبته والدك بصليعته، شو هو؟ مش زيدان على الأقل. الحبل وين؟ بركبته والدك بصليعته. شو بعرف؟ شو خيرات؟ لا، كل عام بخير. أه معلم، الحبل بركبته والدك بصليعته. زيدان. والله بدك أخو زيدان. مش عارف. عم أنتم بخير. وأنت بخير. أه معلمين. جاهز معنا؟ سؤال إلك في العواصم. عواصم؟ آه. شو؟ آه ولا لا؟ لا، عشان أبدل لك السؤال. السؤال بحكي لك، الحبل بركبته والدك بصليعته، شو هو؟ تعال يا إبراهيم. الحبل بركبته والدك بصليعته. تعال اسالك سؤال ثاني. السؤال بيقول لك يا معلم، بتاكل وما لهاش فم، تمام؟ اذا اكلت شبع، اذا اكلت ما بتشبع، واذا شربت ما نار. ايه نار، لانك عندك نار يا دافي. جابها. كل عام حبيبي انت بخير. وبهيك مشاهدينا الاعزاء بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من برنامج الصفقه مع دجاج عزيزه. اجمل الاوقات دوما نتمناها لكم، اسئلتنا وحزازيرنا وفوازيرنا، ودائما بنحب الكل بيربح. ليش؟ لانه مع دجاج عزيزه الكل كسبان. دائما دجاج صحي واعلاف نباتيه 100%، وما تنسوا يطلب من كافه نقاط البيع في الاسواق الفلسطينيه. دجاج عزيزه حاضر وبقوه في كل الولائم والموائد الرمضانيه. ما تنسوا يطلب من نقاط البيع المختلفه في الأسواق الفلسطيني، منتج فلسطيني نفخر به دائما. خليكم في متابعة الصفقة عبر شاشة وتلفزيون الفجر الجديد. علاء الجراد من خلف الكاميرا، تحياتي لكم. خالد بدير، في أمان الله.